مشاهدينا رح نحكي عن هذا الموضوع اكثر ونعرف شو هو علم الحساب وكيف التعامل مع القدرات العقليه. معنا بالاستوديو مدير مركز العبقري الصغير الاستاذ هيثم مصطفى. اهلا وسهلا فيك استاذ هيثم، يسعد صباحك. شكرا صباحك. طبعا احنا شاهدنا التقرير، شاهدنا الاطفال كيف عم يتعلموا العلم الحساب. خلنا بالبدايه نعرف استاذ هيثم منك شو هو علم الحساب. تمام، بالبدايه شكرا لك وللجمهور الكريم. علم الحساب الذهني هو علم قديم، علم صيني قديم يعود الى الاف السنين. بعام 1993 عالم ماليزي طور هذا العلم وحطه ضمن منهج مبسط للأطفال بحيث أنه ينعطى في المدارس أو في معاهد. علم الحساب الذهني هو علم رياضة عقلية، خلينا نعتبرها لتنشيط خلايا الدماغ واستثارتها بطريقة أو بأخرى باستخدام الأرقام. الفائدة من البرنامج هو كل ما نحن ثرنا الدماغ وكل ما خلينا الدماغ يتعامل أكثر مع أرقام، كل ما زادت عندك الترابطات الدماغية، وبالتالي نحن زدنا القدرة استخدام الدماغ بحيث أنه الطفل يصير عنده إبداع، ذكاء، ثقة بالنفس وهكذا. يتعامل مع العمليات الحسابية بأكثر مرونة، أنه يعرف يوصل للنتيجة بسرعة وهيك شيء. تمام، هاي يعني من ضمن الفوائد أنه يصير يعمل عمليات حسابية سريعة، وهاي من ضمن الأمور اللي نحن بنلاحظها أو الأهل بيلاحظوها بشكل لحظي. يعني أول ليفل أو حتى قبل، يعني خلال الليفل الأول بتلاقي الأطفال بدأوا يعملوا عمليات حسابية سريعة، أسرع من الكالكوليتر، أسرع من أمهم وأبوهم، فبحس يصير عندهم ثقة بنفسهم. ولكن هاي الفائدة الملموسة الفورية خلينا نعتبرها. ولكن الفوائد ما وراء ذلك هو عندك تعزيز الثقة بالنفس. الطفل لما يحس انه صار عنده ملكه جديده وصار سريع اسرع من اقرانه، فبصير عنده ثقه بنفسه. نحن علم الحساب الذهني لازم نحكي شغله، انه هو بيشتغل على القسم الايمن من الدماغ. القسم الايمن من الدماغ كل ما نحن اثرناه، اللي هو طبعا مسؤول القسم الايمن عن الابداع والخيال والشغلات هاي. فكل ما اثرنا هذا، كل ما زاد عند الطفل الابداع، كل ما صار مبدع اكثر، صار عنده التحليل اكثر. بنشتغل على شيء اسمه الذاكره التصويريه والرقميه. كل ما اثرنا هاي الذاكره التصويريه والرقميه بصير عند الطفل قدره على الحفظ السريع. يعني شو معنات الذاكره التصويريه والرقميه؟ نحن هلا لما نمسك ورقه نطلع عليها نعيدها مرتين وثلاثة وأربعة حتى نحفظها، لا، لما نطور الذاكرة التصويرية والرقمية بجوز مرة واحدة الطفل بيكون عمل سكان سريع فورا بيكون حفظ هذا الموضوع. طيب أنا لاحظت كمان بتقارير أعمار صغيرة، يعني أنتوا بأي سنة بتبلشوا يعني بعلم الحساب؟ بأي عمر أحيانا بتبلشوا؟ تمام، شكرا على السؤال. أثبتت الدراسات أنه أفضل وأنسب عمر أنه يبدأ فيه بعلم الحساب الذهني هو العمر من 5 إلى 13 سنة. بهذا العمر بيكون دماغ الطفل لسه ما تشكل نهائي، فنحن نقدر انه بعلم الحساب الذهني انه نطوره ونشكله ونزيد الارتباطات العصبيه ما بين خلايا الدماغيه. بعد هذا العمر خلص دماغ الانسان بيكون تقريبا تشكل، وبيكون صعب انه نحن ناثر على دماغه، فهي الفئه العمريه المستهدفه. طيب احيانا بيجيكم اعمار اكبر من هيك، يعني فيكم تتعاملوا معها ولا بس هي اعمار محدده عندكم؟ لا هلا ممكن يجينا اعمار اكثر من هيك، بس نحن بنوضح للاهل كتكنيك، كسرعه عمليه حسابية ممكن الإنسان أنا وإنتي ممكن هلأ نتعلم الطريقة ونصير سريعين جدا وأسرع من الآلة الحاسبة، لكن الأفضل هو أعمار محددة. ولكن كفائدة الدماغ والفائدة اللي قلنا عنها اللي هي ما وراء السرعة الحسابية، هي أفضل شيء من عمر 5 إلى 13 سنة. طيب أنا لاحظت أنتوا بتعرف العلم الحساب الذهني أنتوا عم تتعاملوا مع الأرقام وكمان هي نفسها الرياضيات، يا ترى هي نفس بعض ولا في فرق بيناتهم؟ تمام، هذا سؤال كتير مهم، وهذا دائما الأهل بيسألونا شو الفرق ما بين علم الحساب الذهني وبين الرياضيات. ابني ضعيف بالرياضيات، إذا جبته عندكم بصير كويس بالرياضيات، أو ابني قوي بالرياضيات، ليش بدي يجيب عندكم على المركز؟ علم الحساب الذهني هو ليس الرياضيات اللي نحن نعرفها في المدرسة. علم الحساب الذهني هو نعتبرها رياضة عقلية نحن ننشط فيها الدماغ باستخدام الأرقام، أو خلينا نعتبره باستخدام الرياضيات. ولكن هو ليس الرياضيات اللي نحن تدرس في المدارس، مو تعليم رياضيات، مو تعليم رياضيات. اللي شاطر بالرياضيات بيصير شاطر ممكن بالأدب أو شيء ثاني، واللي مو شاطر بالرياضيات بعلم الحساب الذهني ممكن يتطور ويصير عنده مواهب أخرى كمان. طيب أستاذ، أنه في رقم محدد، أعلى رقم ممكن أن يصل الطفل بالمركز، يعني أنه في شيء محدد عندكم؟ قصدك يعني أنه يوصل لأعلى رقم
في الحساب، في الحساب ممكن يوصل لعشرة مليون مئات الملايين. نحن بنوصل لمرحلة الطفل ممكن يعمل عملية حسابية اللي هي رقم واحد فيه تقريبا عشرة ديجيت اللي هي العشر أرقام، ضرب مثلا بخمسة ديجيت اللي هي خمس أرقام، فهي ممكن يعطيك إياها بشكل لحظي. يعني الموضوع سريع جدا. سريع. طيب كمان نرجع للتدريس، أنتوا كيف بالمركز، كيف يكون عندكم التدريس، كيف بيتم التدريس بمركز عبقري الصغير؟ تمام. قبل ما نبلش كيف تركيز، خليني أعطي نبذة عن مركز العبقري الصغير. مركز العبقري الصغير هو الفرع الرئيسي في عمان، تأسس في 97 وطور عملية أو علم الحساب الذهني غير العلم الحساب اللي معروف خلينا نعتبر بشرق آسيا. العلم الحساب، لأنه العلم الحساب الذهني بيعتمد على شيء اسمه العداد الصيني أو الأباكس. الأباكس غير موجود بالثقافة الشرق أوسطية خلينا نعتبرها هون. فأغلب علم الحساب الذهني بكل العالم بيستخدم الأباكس مباشرة. فرأى المركز العبقري الصغير أنه الدخول إلى الأباكس مباشرة حيسبب شوي ممكن يعني الطفل ما يرغب له من أول مرحلة، فطورنا علم الحساب الذهني بحيث دخلنا المرحلة الأولى وهي مرحلة الفينجرز. فالطفل بيستخدم فقط أصابعه لعمل العمليات الحسابية الأساسية، زائد وناقص طبعا من 1 إلى 99، بحيث تكون هاي تمهيدا لدخوله إلى العداد الصيني، حتى يكون اوريدي نحن كسرنا الحاجز الخوف من الأرقام، كسرنا حاجز إنه الطفل عنده سرعة صار، فصار عنده ثقة بنفسه، فلما يدخل على شيء جديد فهو بحس حاله إنه هو يعني هو قادر مهيئ. على إنه أو مهيئ, مهيئ قادر على إنه يدخل على شيء جديد، يعني مهيئ وجاهز هيك بتقول أصعب المراحل الحسابية. فبرنامج العبقري الصغير بيتألف من 8 مراحل، كل مرحلة 3 أشهر مدتها، طبعا إذا بالمركز بيواقع حصة أسبوعية ساعتين بالأسبوع. ساعتين بالأسبوع. طبعا على مدار الأسبوع في عنا تدريب يومي 10 دقائق في البيت لازم الطفل يعمله. هذا التدريب لخلينا نعتبر خلايا دماغه، لازم كل يوم يتدرب كيف الموسيقي، يتعرض للخمول في حال صار بالبيت. كيف الموسيقي لما بده يتعلم معزوف جديد كل يوم يتدرب عليها، نحن نفس الشيء كمان. طيب هلا الحساب الذهني أي ضغط ما في هذا الحساب؟ طبعا هو الأرقام كبيرة والحساب أحيانا بيكون صعب على الطفل الصغير، هذا الشيء ما بيشكل ضغط على الطفل؟ تمام. هلا هذا السؤال بصراحة إجانا كثير من الأهالي، مو بس ضغط إنه الأرقام كبيرة، ضغط كيف التوافق ما بين الدوام المدرسي والواجبات المدرسية وعلم الحساب الذهني، وكيف الطفل لازم. هلا مثل ما حكيت هو دوامنا نحن يوم في واحد في الأسبوع ساعتين فقط، وكل يوم عندي أنا 10 دقائق، ونحن ما بنقول للطفل هذا واجب منزلي لازم تعمله، لا، نحن بنقول له لما بدك ترتاح من الواجب المنزلي اعتبر هذا العشر دقائق تسلايتك، اعملها العشر دقائق بعدين كمل التسلاي الثاني. يعني في طريقة محددة بيشعر فيها الطفل انه هي تسلاي بالنسبة له. طبعا هذا لازم نحن نوصل له، ونحن بنحاول بقدر الامكان نوصل المعلومة انه هاي تسلاي وليس واجب بيتي، مشان ما يشعر الطفل انه انا عندي ضغط زيادة فوق الضغوطات الواجبات المدرسية. طيب استاذ، الاعمار الصغيرة او مثلا احيانا بيجيكم الطلاب بيقولوا الاباء انه مثلا ذكائه يعني مو من نوع الذكاء. تمام. فأنتوا شلون بتتعاملوا مع هذا الشيء؟ تمام، سؤال هذا كتير مهم. بالنسبة لمركز العبقري الصغير كل الأطفال عندنا أذكياء، طبعا نحن نتكلم عن الأطفال الذين لا يعانون من حالات خاصة. تمام. أي طفل عندنا نحن مندخله على أساس طفل ذكي. كل طفل لازم يدخل المرحلة الأولى بغض النظر عن عمره عن تحصيله الدراسي، ما بيفرق معنا، بيدخل المرحلة الأولى، ولكن أثناء الدورة ببلش عندك التمايز ما بين الطلاب. طبعا الطفل الشاطر رح يبين مباشرة، والطفل اللي أقل منه في اختلاف بالقدرات. هلأ نحن نتعامل مع هذا الموضوع، أول شيء في عنا طريقتين. طريقة تانية إعطاء دروس إضافية أو محاضرات إضافية للطفل الشوي أقل، زائد دائما بالمحاضرات المعلمات عندنا في شيء بث روح الإيجابية بالطفل، انه انت لا تستطيع، انت قادر، انت دائما عندنا هذا الموضوع. كل ما حل جواب تعطيه انت مثلا بتقولي له ممتاز، يعني خليك على هالمستوى، فدائما بتحسسيه او بتشجعيه للطفل بحيث يضله يرفع مستواه بحيث يوصل للمستوى اللي بدنا اياه نحن. طيب هو يعني انه كيف الاعمار، مثلا الاعمار اللي بعمر بعض بيكونوا بصف محدد، ولا اختلاف العمر ما يعني ما بيفرق معكم انه تعطوا الدروس؟ تمام. لا هلا بالنسبة لبرنامجنا كل مستوى من مقسوم إلى خلينا نعتبر صنف أو فئتين.
الفئة الأولى منقولها الجونيور اللي هي الأعمار الصغيرة، هي من عمر 5 إلى 9 سنوات، والسينيور من عمر 10 إلى 13 سنة. لأنه إذا حطيتي أنت عمر 5 مع 13 أكيد حيكون في عندك فرق كبير يعني بالاستيعاب. طيب هلا أنتوا إمتى بتلاحظوا النتيجة على الطفل في حال بدأ الطفل كان ذكاؤه ما كتير، يعني أنتوا بلشتوا تتعاملوا معه، إمتى بتلاحظوا أنه الطفل فعلا تقدم بالعمليات الحسابية صار من مستوى المنيح، يعني نعتبره من مستوى الذكي؟ تمام. لكم شهر، لكم مثلا، أو بالكورس الأول ولا بالثاني؟ هلا خلينا نعتبر الفائدة أو الأثر المباشر السريع هو مباشرة بعد المستوى الأول، وهذا مو من عندي أنا، من شهادات الأهل اللي خلصوا المستوى الأول وأخذنا آرائهم، كانوا أول دفعة عنا بصراحة، وبعد ما خلصوا المستوى الأول فأخذنا آراء الأهالي. يعني 100% من الأهالي قال لك أنا لاحظت شيء اختلف عند ابني، إن كان زاد ثقته بنفسه، زاد تركيزه لو بنسبة ضئيلة مبدئيا، نحن عم نحكي على المستوى الأول، شيء زادت علاماته في المدرسة، فمن المستوى الأول ببين أثر علم الحساب الذهني. طيب الأطفال اللي عندهم خوف من هاي المسألة، أكيد بيجيكم أطفال بيكون عندهم خوف من هاي المسألة من طريقة الحساب، أنه هني ما بيعرفوا، هاي كيف بتبلشوا بالتعامل معهم؟ تمام، مثل ما حكينا نحن طريقة تدريسنا تختلف عن الطريقة التقليدية. فائدة أو طريقة تدريس العلم الحساب الذهني بالمركز هي طريقة تفاعلية، يعني مو طفل قاعد وعم بيسمع بس على الأستاذ، لا، هي تفاعل ما بين الطفل وما بين الأستاذ، حتى أثناء الدرس في عندك ألعاب معينة نحن بنلعبها مع الطفل، فمنخلي الطفل يحب الدرس ويحس انه هذا الدرس مو درس عبء عليه، ولا هو جاي ولا درس رياضيات، بتعرف انه كثير من الرياضيات بيخافوا من دروس الرياضيات. تمام. فهذا اللي حكني، فالطريقه هي نفسها بتخلي الطفل يحب الدرس، زائد طريقه تقديم الدرس من المعلمات، لان الطريقه الايجابيه بث الروح الايجابيه في الطفل بتخلي الطفل الحلو. يحس انه فعلا هو انه في حدا عم بشجعه وروحه عم ترتفع شوي 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 شوي، بصير عنده ثقه، ما عاد يخاف يتعامل. يعني احد الطلاب مثلا هلا هن بالصف الاول بياخذوا مثلا بالرقمين زائد زائد، هلا نحن ممكن نوصل الى 10 ارقام، نحن عم نحكي عن المستوى الاول، فهو اول ما شاف الموضوع حس انه كيف انا فيني اعمله، فعلى التجربه انت طلعتيه على اللوح، حطيتي له 10 ارقام، ساعدتي، خليتي بثيتوا فيه الروح الايجابيه، فبتلاقيهم شوي شوي عدوا هاي المرحله والخوف هذا. طيب استاذ هيثم شكرا لك كثير، بس بدنا نصيحه اخيره للاهالي مشان عمليات الحساب، انه كيف يشجعوا اولادهم ليتقدموا بهاي الحساب الذهني. تمام. هلا الحساب الذهني نحن عندنا دورات دائما مفتوحة، طبعا العلم يجب أن يدرس من قبل اختصاصيين، يعني ما بصير واحد لحاله يجون أنا بدي أتعلم علم الحساب الذهني، فبصراحة أنا بشجع جميع الأهل أنه يجربوا هذا العلم إن كان بالعبقري الصغير أو أي مراكز متاحة أخرى، وهذا رح يكون له أثر إيجابي كبير على ثقة أبنائهم، على تحصيلهم الدراسي بشكل عام. نحن هذا ما حكينا فيه، التحصيل الأكاديمي، خاصة كثير من الأهل بيحبوا هذا التحصيل الأكاديمي من ناحية العلمي، بيحبوا أولادهم من ناحية الرياضيات يوصل لمستوى منيح، لأنه في كثير من الفروع بالمستقبل هي مرتبطة بمجال العلمي للطفل. هلا التحصيل الأكاديمي أنت ما بتعرفي هوس الأهل، يعني لازم كله يجيب علامات. صح. علامات يعني، بس نحن مثل ما حكينا نحن زيادة التحصيل العلمي مو بس بالرياضيات، نحن بنزيد التحصيل العلمي بشكل عام، بشكل عام بتخلوا العقل بيشتغل بشكل عام، أدبي علمي، كله بيشتغل بشكل عام. استاذ هيثم شكرا لك، شكرا على حضورك وشكرا على اجاباتك. اهلا وسهلا، شكرا للاستفاضه. مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه، نتمنى لكم بكره جمعه مباركه عليكم يا رب، وموعدنا الاسبوع الجاي بنفس التوقيت، خليكم معنا دائما على اليوتيوب، فقرات صباح سمراء هي موجوده على اليوتيوب، الى اللقاء.